السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج ہم سات بہترین اذکار جانیں گے. جو بھی ان اذکار کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ رب العالمین ان کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گا اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. اللهم أجرني من النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. آپ روزانہ یہ سات اذکار ضرور پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.